السلام عليكم حبيباتي، واش راكم؟ ان شاء الله تكونوا كامله مهنيين وبخير وعلى خير. هنا البنات راح ندير معكم كيكه شوكولا، يعني اللي حبيتوها وطلبتوها مني، يعني كنتوا شايفينها في القناه اللي انسرقت مني، حسبنا الله ونعم الوكيل. سكيفي راح اليوم نعاودها لكم تحت طلباتكم. واش نسحقوا البنات؟ عندنا 4 حبيبات ولاد الدجاج، كاس سكر، كاس وربع حليب، كاس زيت، كاس شوفوا فيه كاكاو، يعني كاس غير ربع كاكاو، والباقي نكملوه شوكولا. هذه اللي يديروها الاطفال في الحليب، ها هوليك، يعني ما كاش ما اسهل، تندار في وقت يعني قصير. على بالكم دراري يحبوا الشوكولا، وانا تاني كان عندي ولادي من عشاق الشوكولا، يعني درت معكم شحال من وصفه. ان شاء الله يا ربي كاين وصفات صدقوني والله يعني مبتكره، وما نحبش نقول هذه الكلمه، درتهم من راسي ونجحوا لي، ودائما كانت مامانا قناتي هي المرجع ديالي. معليش، المهم كما راكم تشوفوا نسحقوا فاني ونسحقوا ميكسور. ميكسور اي خلاط كان عندكم، واللي ما عندهاش الخلاط صلاه النبي، تخدم بالفويت، ضرب برك مليح، هذا مكان. وعندنا بيان سور كاس زيت، يا ضروري قلت ولا لا؟ اول حاجه نديروها بسم الله، عندي السكر، نديرو كلي اون صوص، ها هي ليك السكر، ندير عليه الكاكاو مع الشوكولا، ها هو ليك. درنا كاس غير ربع، والباقي كملناه بتاع اللي نديروها في الحليب، هذا كاكاو مر بني، والاخر هذا اللي فيه السكر اللي يديروه دراري في الحليب، ها هو ليك. واش نزيد؟ الكاس تاع الزيت، الكاس وربع تاع الحليب. انا دوك ندير هكذا الكاس، بسم الله، شوفوا، ودوك نزيد ربع، ها هو ليك ربع. طبعا فانيليا، لا فاني هكذا، ونديهم دوك كامله نخلطهم في هذا الخلاط حتى تولي لي كلي اون كريم ولا اون صوص او شوكولا. شوفوا البنات، ها هي ليك لاصوص تاعنا، ها هي ليك. واش نديرو؟ نحو منها كاس، نقص منو دو دوا، ها هي ليك، شوفوا كاس نقص منو دو دوا. والاخر بيان سور نديرو 4 حبيبات ولاد الدجاج، بسم الله، هنا تحت لي هنا. ومن بعد نديرو قريصة تاع الملح هكذا، 4 حبيبات ولاد الدجاج درت لهم قرصة تاع ملح، ونخلطهم هكا بالفوي. ودركا نروح ندير الخليط، هاوليك، تاع الشوكولا اللي نحيت منو. هادي وصفة قديمة، على كل حال كاينة اخت قالت لي بلي كراجلها مالفا، يعني الزوج ديالها طيبها له، ومالفا شاك فوا تعاود تولي الفيديوهات القديمة، والله سما توشي. هاي اللي كان زيستي، تاكلوها ان شاء الله بصحة. ولهنا هنا نكمل نخلط، ومن بعد تقعد لنا غير الفرينه. الفرينه على حساب الحجم، هي نورمالمون كاس وربع، لكن اكو تعرفوا الحجم تاع الحبيبات تاع ولاد الدجاج. دائما نقولكم مهما كانت الوصفه مضبوطه نردوا بالنا كمان في الكميه. هنا عندنا كاس وربع، دوك نشوفوا كيف كيف انا برك نخلطها هنا مليح. شوفوا هنا الخليط تاعي راهو تخلط مليح، ندير الكاس تاع الفرينه نغربلو طبعا، ونزيد معاه باكي تاع خميره كيميائيه نغربلوها دو بريفيرونس، ونخلط ونشوفو كيف كيف. هنا بسم الله، شوفو الخليط جاري مازالو محتاج، ندير نص كاس ونبدا نزيد فيه غير بالعقل. اي وصفه اعتمدوا مهما كانت المقادير مضبوطه، حاولوا انكم يعني الكميه الاخرانيه ديروها بالعقل، يعني دائما نعاود لكم هذا الكلام. ها هو ليك، انا دوك ندير هنا النصف، نو لا جي دي باسي لا ماتي، لا لا سنا سنا، ها هو ليك النصف تاع الكاس، ندير
نكملوا. على بالي بلي النصف هذاك هو نورمالمون. يفو با الخليط ديالنا يجي مايه، يفو با يجي ثقيل. شوفوا هنا شتو هاد الكيسان النص كان هنا محتاجه مغرف، محتاجه مغرف. علاش؟ بيسك ولاد الدجاج ديالي حنا في الوصفه القديمه درنا كاس وربع، لكن هاد المره راكم تشوفوا كاس ممسوح والنصف اللي لحقته حتى لهنا. وشوفوا ها كل فرينه كيفاش وكيفاش ولاد الدجاج. دوك انا نزيد اون بون كويير. ها هي لك المغرف، نغرب لها كيف كيف. داك افورس تعودوا ديروا المسكوتشو بزاف وهاد الاشياء خلاص يولوا غير تمسوا، غير تمسوا الخليط ديالكم هكا بالفوي تعرفوا ولا رانا سوا سوا ولا لا. ها هي لك الخليط ديالنا راهو هايل. دركا نجيب ان بلاطو، انا الفور ديالي راني شعلته ونولي لكم. ها هو البلاطو تاعي وها هي لك الكيكه. بلاطو دفاسون هاد يعني هاد لو غاتو ما يجيش عالي بزاف، ولا تحبوه عالي ما عليكم غير تصغروا لو بلاطو. انا نحطو دوك كامله هنا بس كاني شادته كمان بالعوج ونولي لكم. فوالا دوك انا هكذا الكيكه تاعي راهي لك واجده، نحطها في الفوق طيب ندير لها من 4 ساعه حتى ميم با 20 دقيقه ونخرجها ونكملوا المراحل كيف كيف. انا البنات كتدبيره فقط راكم تشوفوا هنا الخلاط تاعي قعدت فيه شوكولا من تحت باش ما نضيعش هذيك الشوكولا. واش ندير؟ ندير لها شويه حليب ونعاود نحطها تتخلط، نزيدها لاصوص. شوفوا زدت قيس نقولوا زوج مغارف. شوفوا ها هوليك نخليها تتخلط ونزيدها مع هذا الخليط باش نسقي بها ومن بعد هذيك يعني لو غاتو ديالنا يعني هكا باش ما نوقعوش في باب التبدير. وقد ما سقيناها بيان قد ما جات مليحه. ها هوليك شوفوا هنا ريكوبيريت كامله يعني لو غاست تاع الشوكولا، ونعاود نخلطها غير بالعقل هكذا يولي شويه ليجي يعني خفيف لكن يعطيني نتيجه هايله. شوفوا الخليط تاعنا كيفاش ولا. هاوليك هاوليك صوص شوكولا بعد هاديك غير يطيب يعني لو غاتو تاعي لي يجي ليجي. كي نزيد نقص يعني نسقيه بهاد لو ميلونج يجي واش نقولكم كوم سا. فوالا ها هي ليك ميم با 4 ساعة البنات انا طابت لي. واش ندير وهي سخونة هكا؟ نحاول شوفوا غير تمسوها تعرفوها يعني فغيمون تجي هايلة طرية هايلة. نحاولوا اننا نتقبوها كاملة هكدا باش ومن بعد هاديك كي نديرو الخليط هذا يعني جينا كامله مشربه. ها هوليك الخليط تاعنا نحاولوا نوزعوه على كامله لا سيرفاس بهذه الطريقه. ها هوليك انايا لا ديغنيغ فوا واش قلت لكم؟ قلت لكم النصف تاع الكميه اسقوا به والنص الاخر زيدوا له اون طابلات دو شوكولا وفرشوها. هنا لكم الخيار، تحبوا ديروا كيما درت انا هكذا ومن بعد من الفوق ديروا فيغميسال ولا نوات كوكو ديروا واش حبيتوا. تقدروا ثاني تذوبوا شوكولا وتزيدوها من الفوق. دوك هذه كامله تشرب وهكذا نتحصلوا على ان غاتو شوكولا يجي فريمون بزاف بنين. شوفوا البنات هنايا ذوبت اون طابلات دو شوكولا، درت لها شويه تاع الحليب، وانا واش ندير؟ نقص النار كامله ونقعد نحرك فيها يعني بلا ما ندير بماغي. نزيد يعني هذه الطبقه تقدروا تستغناو عليها هادو الناس اللي تعشق الشوكولا. فوالا حبيباتي ها هو ليك لو غاتو تاعنا، شهيدكم بالصحه يجي بزاف بنين هايل. الشكل ديالو جميل ويجي شوفوا دوك نقسم لكم يعني بلوتو شوفوا خفيف بنين. يعني الناس اللي تحب الشوكولا راح تفرح بهذه الوصفه. وان شاء الله نكون قدرت البيت الطلبات تاعكم، وان شاء الله يعني بشويه بشويه نعاود لكم كامل الوصفات اللي تعلقتوا بها. ويعني كل وحده عجبتها وصفات تيليشارجيها وتخليها عندها بيسكاكو شفتوا ما كاش لامان. هذه خواتاتي بالنسبه للفيديو تاع اليوم، ان شاء الله تكون عجبتكم. ودركا مقعدين غير نقول لكم حبيبه قلبي ربي يحل ايامكم كيما هذه الحاجه الحلوه، ودمتم في رعايه الله وحفظه. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. Gracias.